أربعة من الأسرى يدقون الخزانة بأمعائهم الخاوية من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري، مخاطبين بجوعهم صمت العالم العربي والدولي ومؤسسات حقوق الإنسان. فقد دخل أكثر الأسرى إضرابا عن الطعام يومه الثامن بعد المئتين، وهو ينتظر من يسانده ويقف إلى جانبه ليعود إلى بيته حاملا معه أمعاءه التي خاض بها أقصى معركة إضراب في تاريخ السجون. المهتمون بقضية الأسرى من باحثين وإعلاميين أكدوا أن التفاعل الشعبي مع قضية الأسرى يزداد يوما بعد يوم. كل الجهود لم ترقى بعد إلى حجم الصمود وحجم التضحيات الجسام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك فإننا ننظر إلى هذه التحركات الشعبية التي تتصاعد يوما بعد يوم على طريق الانتصار وإسناد الأسرى والمعتقلين بشكل جاد ومسؤول. نرجو رعاية هذه المجهودات الشعبية من قبل الكل الفلسطيني. أما المشاركين في فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام فقد نددوا بسياسات مصلحة السجون الإسرائيلية، مطالبين بالوقوف إلى جانب الأسرى ونصرتهم. حبست حالي بالقبص هذا عشان أعطي عبرة للناس اللي بيجوا هنا على الصليب، يعني في ناس بيجوا لأول مرة يجوا بتفرجوا، يعني أنا بدي أديهم عبرة إنه إحنا بنيجي هان مش عشان إنه يعني إحنا بنيجي هان عشان الأسرى. أما أهالي الأسرى بدورهم طالبوا المجتمع الدولي والعربي بالتحرك والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء ملف الأسرى الإداريين وفك إضرابهم والإفراج الفوري عنهم. وجه رسالة للعالم، هذول أسرى بدافعوا عن أرضهم وعن وطنهم وعن حقهم زي عين الشمس، قضيتهم عادلة. مش زي قلعات شليط لما اجى على ظهر دبابته مدجج بالسلاح ويضرب ويقتل في الشعب الفلسطيني، وكل العالم قامت ضجه اعلاميه على قلعات شليط قلعات شليط قلعات شليط. طب وين هالحين ضجاتهم اللي ما يضجوها على الأسرى اللي مضربين عن الطعام اللي بموتوا على مدار 6 شهور واربع شهور وثلاث شهور؟ استمرار الأسرى المضربون عن الطعام هي مواصلة مسيرتهم التي بدأوها، يتوجب على الشارع الفلسطيني أن يزيد من حجم فعالياته وتحركاته للضغط على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان من أجل الوقوف إلى جانب قضية الأسرى وإنهاء معاناتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لقناة الأنبار الفضائية، هاشم السعودي، غزة، فلسطين.